ما تخافش غير من الست اللي اتعودت تشيل المسؤولية. الست دي هتلاقي طلباتها قليلة لأنها ما اتعودتش انها تطلب، بس لو طلبت واتخذلت انسى ان هي تطلب حاجة تاني. هتلاقي بيبان ليك وللناس انها قوية، بس في الحقيقة هي طفلة من جواها. هتلاقيها مش هتستنى ان حد يعمل لها حاجة، لان هي متعودة ان هي تعمل كل حاجة لنفسها ولغيرها. هتلاقيها بتتصرف دايما من دماغها عشان هي متعودة تتحمل النتيجة. هتلاقيها دايما بتاخد قراراتها من دماغها وبتتحمل نتائجها بمنتهى الشجاعة. حواليها دايرة كده صغيرة من الناس بتختارهم بعد وقت طويل جدا. ما عندهاش بقى قدرة للجدال الكتير والنقاش الكتير والحوارات اللي ملهاش اي لازمة، لانها ما عندهاش وقت رفاهية العتاب والمناهدة والكلام الفاضي ده. هتلاقيها واقعية، يا ابيض يا اسود، ما عندهاش لون تالت، وتقف في وش الاعور وتقول له انت اعور ومحتاج تتعالج، او هتسيبك ولا هتعبرك حتى. ومع ذلك لو احتجت منها اي حاجة هتلاقيها واقفة جنبك ومعاك، عشان هي تركيبتها البشرية كده، انها تخدم اي حد محتاجها او